عندنا مسائل ثلاثة مهمة. المسألة الأولى إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات. الله أسماء والصفات. المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يعبد أحد إلا الله سبحانه وتعالى. شولو خاطر إذا عبادته إذا الله الله تعنين بعبادة ديش ده تعموه. لا أحد أن يستحق أن يعبد إلا الله، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا الأولياء ولا أحد. ونديش تها حق دول شوات عن بوق عباشين عبادة ده الله وتر يا باي مرأوات يا أولياء شبات يا ملايك شدات. نعم. المسألة الثالثة وسطية أهل السنة في التعامل مع غير المسلمين، لابد أن نتوسط في التعامل مع غير المسلمين. إذا قولوا خاطر بوصل نيغا كيرسنا غتاني بوصل بوتشارسنا غتاني يول يقمت كيون، لا يمكن أن نتعرض للكفار بالقتل ولا بالسب ولا بأخذ الأموال. كيرسنا حق دوتشا وي إيش باي إيشات بو يتير دخني لجدا إيشات بو وين حا وين حقيقة إيشات وي. ومع هذا لا يمكن أيضا أن نشارك الكفار في أعياد في احتفالات. إيش تقيج أورا إيش ترتاني تير تير دز دينوش كحداق لا تإيشات وي. لابد ننصح لهم. إيش تأتان نصيحة دديز. ندعوهم إلى الله. الله هيك خيق بيز وي. نخاف عليهم من النار. تارخ سقط تديز وجوجة تبغل. نتعامل معهم في البيع والشراء. إيش تيوخ كي ترتاح ترتاني يقمن قلات من قوين.